اللي هيبقى حارس مرمى منتخب مصر في الفترات اللي جايه؟ بص يا كابتن، للاسف برضو انت ما حضرتش حد، يعني ما حضرتش في حد. حاجات كده، في عناصر اسماء مش يعني في مراكز معينه هي مش موجوده، او مراكز كثيره كمان. بص للاسف يا كابتن برضو ان اي حد بيتولى الاداره الفنيه هو ما بيفكرش ان هو يعمل حاجه للكره المصريه. يعني الشناوي هو اتصاب، ابو جبل مش مين مع ابو جبل؟ مش الشناوي، كنت احمد الشناوي كنت شايف ان هو شويه مع بيراميدز يلعب، شويه بس مش موجود. في مراكز كده اللي هو حارس مرمى منتخب مصر، خلاص طبعا دي معروفة طبعا على مدار التاريخ عشان برضو الجيل يعرف، طبعا. على مدار حارس مرمى منتخب مصر، وفي مهاجم منتخب مصر. الاسمين دول هم اللي مرتبطين بمنتخب مصر على مدار التاريخ، ودول هم دول اهم مركزين في مصر. طبعا دي يا كابتن للأسف، مع احترامي لمحمد الشناوي، هيجي وقت ما فيش حد هيبقى في منتخب مصر، ما فيش حد مين بقى؟ هيشيل كابتن. مهم جدا نحضر يعني كان كابتن شوبير، كان رحمة الله عليه، كان كابتن كابتن ثابت البطل في اوقات، كابتن اكرامي، كابتن اكرامي، بعد كده كابتن بعد كده شوبير، كابتن شوبير، بعد كده عصام، بعد بعد كده كده الحضري. الشناوي. ما مين بقى بعد الشناوي؟ مفيش يا كابتن. ما انت بعد عصام الحضري، يعني بعد عصام الحضري الشناوي قعد شويه لحد ما خد احمد الشناوي، بقى في تذبذب في الاداء بعض الفترات لحد ما الشناوي ركب، محمد الشناوي ركب وبقى خلاص. طب انتوا في مصر مين حارس المرمى اللي اتحضر لبعد ما الشناوي؟ دي بقى اللي هزعل. لبعد الشناوي ممكن النادي الاهلي بيفكر فيها شويه مع مصطفى شوبير، ودي انا بشوف ان ده في صالح الكره المصريه، يعني في صالح الكره المصريه. حمزه علاء حارس واعد مهم جدا طبعا، فعشان كده لازم تحضر كوادر، لازم تحضر كوادر اداريه، مهم جدا تحضر كوادر في حراسه المرمى، في اللعيبه اللي المفروض تبقى موجوده في منتخب مصر. عايز اسالك اسئله سريعه كده، ما شاء الله الوقت بيجري معايا. تمام. ماشي، عايز اسالك على عنصرين، عبد المنعم وحجازي، سريعا كده، شايف مستواهم عامل ازاي في ال3 ماتشات دي؟ انا بشوف ان الافضل، كان وجهه نظري ودي ممكن مختلفه مع الراجل بشكل كبير، ان الافضل كان ياسر وعبد المنعم، كلنا قلنا كان كده، هيحسن اداء عبد المنعم بشكل اكبر، لان حاله الانسجام اللي وصلت بين ياسر ابراهيم و واكتر واحد لعب مع عبد المنعم في كاس العالم من ده، واكتر واحد كان جاهز. هو ده اللي انا بتكلم فيه. لكن كان مردود الراجل او اللي كان متوقع من الراجل او عدم استقطاب ياسر ابراهيم في قبل ما اسامه جلال يتعور، ان هو مش هيعتمد عليه فنيا، لكن المباريات اثبتت صحه كلامنا كلنا صح، كله اتكلم على فكره. ان في حاله عدم اتفاق بالذات ده في المركز، وانت حضرتك تعلم يا كابتن ابراهيم في المركز ده بالذات مهم جدا تبقى في لينك بينك وبين الراجل اللي بيلعب معاك. والله انا قلت كده. ده بشكل الانسجام ده ما بيجيش من فراغ. فاحنا كنا ما صدقنا ان ياسر ابراهيم مع عبد المنعم لعب كاس العالم للانديه، ولسه راجع من كاس العالم للانديه نهائي دوري ابطال افريقيا واخدين البطوله. كنا حاله الانسجام اللي بين الاثنين كان هيبقى الاداء افضل من كده. رايك في مستوى عبد المنعم سريعا كده؟ عبد المنعم مش الناس مستنيه منه اكتر، يعني مستنيه منه اكتر من كده، لان هو بالنسبه لنا احنا مع حجازي هو صمام الامان للمنتخب، زائد ان كل الاخطاء للاسف الدفاعيه هي من قلب الدفاع، حتى في الاهداف اللي جت علينا هي من قلب الدفاع. مين افضل لاعب في منتخب مصر في ال3 مباريات اللي انت حسيت بيه ده بيلعب في منتخب مصر وبيقاتل كده وبيموت نفسه؟ بصراحه مبسوط جدا من اداء امام عاشور، يعني امام عاشور على مستوى ال3 مباريات ممكن هو الناس مش حاسه بيه، لكن انا مركز معاه بشكل كبير، وخصوصا فارق مع اداء منتخب مصر. مصطفى محمد، مصطفى دايما بيحاول، دايما روح، انا بشوف مصطفى ان هو لا، دي روح المنتخب، يعني دي روح المنتخب، الروح اللي عند تريزيجيه دي روح المنتخب اللي هي لازم تبقى عند اللعيبه كلها. محمد هاني ادى بشكل جيد جدا برضو ايوه المباراه الاخيره. في بعض اللعيبه بالمجهودات الشخصيه اللي احنا بنتكلم فيها انتوا اللي هتفرقوا مع اداء المنتخب، يعني مش هنستنى طريقه لعب للمنتخب على قد ان هي مجهودات فرديه، بالاخص من مصطفى محمد وتريزيجيه، زائد نقله اللعب اللي بيعملها امام عاشور دايما من نص الملعب للمستوى الهجومي اللي بيبقى ناجح فيها بشكل كبير، اداء زيزو بشكل مميز جدا المباراه الاخيره، كل دي حلول، يعني كل دي حلول. فاتمنى والله حلول فرديه عند اللعيبه تقدر ان احنا نعدي الادوار دي. هل منتخب مصر قادر ان ياخد البطولة؟ هنسعى ونجتهد ليها. انا بشوف ان بعد خروج الجزائر وتونس والمنتخبات دي اتمنى ان احنا ما نبقاش من المنتخبات دي، اتمنى ان الروح عند اللعيبه
ده يديهم دافع اكبر، يعني دافع اكبر ان هم يعملوا حاجه، ودي دي اللي فارقه مع اداء اللعيبه، هي الروح، هي الروح اللي عند اللعيبه الموجوده في اوضه اللبس واللي باين عليهم في الملعب. اتمنى ليهم التوفيق، واللي انا باكده ان الشعب المصري كله كله ورا المنتخب، ده لازم يوصل لعيبه. اخر سؤال اساله لك قبل ما ننهي حلقتنا، شايف ابو جبل يقدر يدافع عن حراسه مرمى منتخب مصر بعد غياب الشناوي؟ كان في تجربة لأبو جبل، انا بتكلم في دلوقتي في ظروفه وابتعاده، كان متألق طبعا وكل حاجه، شايف ان يقدر يستعيد ثقته في نفسه وثقه الجمهور؟ طبعا زي ما كلنا وثقنا في أبو جبل البطولة الأخيرة بعد برضو إصابة الشناوي، وإن هو قدر يكمل بعد الشناوي، زي ما كلنا داعمين لأبو جبل، وحارس كبير وجدير بحراسة منتخب مصر، ودايما أبو جبل حارس كبير، حارس كبير عنده شخصية ان هو يدافع عن اسم منتخب مصر او عن منتخب مصر بأدائه، فأتمنى له التوفيق. ولا ابو جبل قدها، وابو جبل ما بيظهرش الا الوقت الصعب، فدي ده دليل على الشخصية وقوة الشخصية اللي أتمنى ان كل الناس تبقى داعمة ليه بشكل كبير. سريعا كده، مستوى مروان عطية هايل، مستوى مروان عطية، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه دايما، ما قللناش من قيمة النني، لكن في الوقت الحالي الأجهز هو مروان عطية، وأثبت يعني أثبت ده، مروان أثبت ده. وهنا كابتن الفرصة بتيجي في المواقف دي، إن أنت راجل بيعتمد عليك بشكل كبير، مديك الثقة بشكل كبير، ومالي الملعب بصراحة، مالي الملعب، وأنا بشوف إن مروان جدير إن هو يشيل نص ملعب لوحده، يعني دي يقدر يعملها بشكل كويس. عشان كده لما بنقول بنلعب بتمانيتين، دي ثقة مننا كجماهير مصرية أو محبين للكورة، إن أنت تقدر تشيل مروان نص الملعب. واعتقد ان هو فعلا كان قدها وادى اداء جيد المباراه الاخيره. رأيك. قبل الفصل كنت بسالك، بقول لك الجيل ده بعد ما يبطل مين اللي هيكمل بعد الجيل ده؟ يمكن للاسف يا كابتن زي ما قلت لحضرتك، يمكن هنقول من ابرزهم مثلا بعض اللعيبه الكبيره، زي مين؟ ممكن النني، ممكن تريزي، ممكن النني، ممكن حجازي. النني هو اللي هيقود منتخب مصر بعد مثلا، لا انا بكلم حضرتك ان ممكن بعض اللعيبه ممكن ما تبقاش موجوده في منتخب مصر بعد كده في المرحله اللي جايه. ممكن لو هنقول على سبيل المثال مثلا النني، حجازي، اللعيبه اللي خلاص بدا سنها ان هو يبقى كبير، هتلاقي مجموعه اللعيبه للاسف قليله جدا، قليله جدا. حتى لما ببص في الدوري المصري مفيش. عشان كده حتى مع احترام المنتخب الاولمبي برضو، ما هم ما جهزوش ان حد مثلا من لعيبه منتخب الاولمبي اللي هم بيقولوا عليهم في لعيبه كويسه يبقى حتى لاعب ولا لاعبين موجودين. بص يا كابتن، طبيعي الطبيعي ده اللي انا اعرفه كويس، يعني ان دايما لازم من المنتخب الاولمبي لو شايفين لعيب زي ما يعني كوكا دخل لما راح، عنصرين ده كوكا لما راح المنتخب الاول اللينيا قامت ما عادتش، اللي هو لاعب بقى بمواصفات انه يلعب منتخب اول، يا جماعه ده طبيعي، طبيعي ان خلاص قاعد بيأدي بشكل كويس مع ناديه ومع احمد المنتخب. حسام ميدو انضم للمنتخب وعنده 17 سنه، 16 سنه 17 انا سنه رحت انضميت لمنتخب مصر وانا عندي 18 او 19، وكابتن انت كنت بتلعب ولعبت منتخب اولمبي بس وانا عندي 14، وكابتن وكان ولعبت كمان منتخب شباب وانا عندي 13 سنه. ما هنا كابتن كمان حتى كنت بتلعب منتخب اولمبي منتخب اول، ها؟ يعني دايما دايما دي حقيقه، طبيعي. وعناصر كثيره جدا وزي ما كنت تلعب، بتلعب منتخب شباب كنت بتلعب منتخب شباب ومنتخب لعبت اولمبي، منتخب شباب واولمبي مع بعض. هنا يا كابتن ما ده نوعيه اللعيبه اللي مطلوبه، عشان تحتك وتبقى موجود، عشان بعد كده ما يجي لك مرحله المنتخب الاولمبي تبقى انت انا جاهز. حتى ما بشوفش كابتن احمد حد مثلا من المنتخب الاولمبي بيتمرن مثلا مع المنتخب الاول تمرينه بس، ما انت هو عارف ده اللي انا بتكلم فيه يا كابتن، يعني يعني حتى كده التمرينه مش منعينها. لا انت تشوف الحاله اللي حصلت، او الحاله او المردود اللي بتاع كوكا ان هو راح المنتخب الاولمبي، يا كوكا راح المنتخب الاولمبي، يا جماعه طبيعي ان 7 8 من المنتخب الاولمبي موجودين في المنتخب يبقوا الاول ويبقوا عناصر مؤثره مع المنتخب الاول. عشان يحتك، احنا عايزين نوصل لمرحله ان المنتخب الاول بيتخانق مع المنتخب الاولمبي على اللعيبه، مفيش. فالمرحله دي فايده للكره المصريه. لكن دلوقتي كوكا طلع، خلاص كوكا طلع المنتخب الاول، طبيعي ان 7 8، وزي ما اقول لك الحاله الايجابيه في حاله الشده بين المنتخب الاول والناس تمسك في لعيبه المنتخب الاولمبي اللي هم 7 8 في المنتخب الاول، طبيعي الناس تتخانق على مع اللعيبه دي، لا انا عايزهم في البطوله دي، لا دي بطوله مهمه، فالموضوع يرجع لاتحاد الكوره يقول له لا المنتخب الاولمبي معلش نتنازل شويه. مين اللعيبه اللي في المنتخب الاولمبي اللي ممكن تدي للمنتخب الاول؟ هتلاقيهم 2 3 لعيبه، 4 5 لعيبه. تعالى بقى اللي انت عينته مدير فني، مدير فني، ودي اللي كان بيواجهها بشكل كبير جدا بصعوبه مستر كروش، واتكلم عليها بشكل كبير، ان انا بلعب بحدود الامكانيات
اللعيبه الموجوده. ده لدرجه ان كان في تصريح لمستر كيروش يعني بيقول في بعض اللعيبه اللي انا جبتها المنتخب هي مش متاسسه في الكوره. يعني ده كارثه. يعني دي تصريح من مستر كيروش بحجم ده. الراجل برضو الناس ما تقدرش تحافظ عليه. وانا بتفق معاه على فكره في الكلام ده، لان فعلا مفيش تاسيس خالص. مفيش تاسيس يا كابتن خالص، ده اللي احنا اتكلمنا فيه على مستوى الانديه. انت مفيش تاسيس للعيبه حتى في الدوري المصري. الدوري المصري ده كابتن كان من اقوى الدوريات في مستوى الوطن العربي وافريقيا من حوالي 10 سنين. كان الدوري المصري ليه قيمته على مستوى افريقيا، كانت فرق كلها في مصر، اهلي زمالك اسماعيلي انبي مصري، كانت كلها عندها لعيبه كابتن. عشان كده كان سهل على اي مدير فني موجود بيمسك منتخب مصر يبقى في حيره، يبقى الاعلام اساسا كل اعلام لنادي بيتخانق على لعيبته ان هي لازم تكون موجوده في منتخب مصر، وده كان وضع طبيعي. الحاله دي اصلا مش موجوده. مين يا كابتن من الزمالك دلوقتي في منتخب مصر؟ زيزو. زيزو زيزو من نادي الزمالك. واحمد فتوح. واحمد فتوح كان عنده مشاكل. يعني فتوح كان عنده مشاكل، بس كابتن طول عمره نادي الزمالك من 6 7 5 6 يعني 6 7 اقل حاجه. بتعتمد عليهم بشكل اساسي او مش بشكل اساسي. الاسماعيلي ما فيهوش لاعب يا كابتن. لاعب من نادي الاسماعيلي في منتخب مصر. الحقيقة. كل قوام منتخب مصر هو من النادي الاهلي ومحترفين، ومن النادي الاهلي ومحترفين، وحتى من النادي الاهلي اللعيبه اللي احترفت وبرضه هي من لعيبه من النادي الاهلي لو تمسكها من خط الظهر كلها من النادي الاهلي. وده وضع طبيعي، ومش عشان النادي الاهلي اللي هو لا، عشان النادي الاهلي بيلعب في ليفل عالي، بيلعب بكاس عالم الانديه، كاس عالم الانديه ودوري الابطال ودوري ابطال افريقيا، واللعيبه بتحتك بشكل كبير جدا، وسوبر مصري سوبر افريقيا بتلعب 5 بطولات على مستوى، فده طبيعي ان هو تختار من النادي. لكن اي مدرب او اي مدير فني يتمنى في الدوري. فاتمنى ان حال الكره المصريه يبقى افضل في الشق.